الخبر العاجل الذي يرد أسفل الشاشة أن القيادة المركزية لعملية عاصفة الحزم تحذر من الاقتراب من الموانئ اليمنية. إذن هناك تحذيرات من الاقتراب من الموانئ اليمنية هذه المرة من قبل القيادة المركزية لعاصفة الحزم. نعم معالي الوزير، فقط ألفت إلى هذا الخبر العاجل، يبدو يعني بحسب ما أفدتنا حضرتك أنه الدول بدأت تعلن عن نفسها التي تنوي أو التي تشارك أصلا في هذه العمليات. مصر، الأردن، السودان، المغرب وباكستان يعلنون الرغبة بالمشاركة في عملية عاصفة الحزم. إذن هذه الدول، لدينا دول عربية ولكن أيضا هناك يعني باكستان تعلن عن رغبتها بالمشاركة، كما قلت حضرتك أنه هناك توقعات أن تتوسع أيضا كذلك مشاركة الدول. على كل حضرتك تقول أنه الضربات مستمرة بحسب ما فهمت من حضرتك إلى حين قبول الحوثيين بالحوار. أيضا كان هناك تضارب أنباء حول الرئيس هادي، أين هو موجود، ما وضعه في عدن، هل أنتم على اتصال مع الرئيس هادي؟ نعم كنا مع اتصال معه. طبعا الان نحن في بعد منتصف الليل، نحن كنا معه اتصال في عصرا والحمد لله هو بخير وبصحه جيده.